السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، كتير بنبقى في أماكن زي السوبر ماركت أو محلات وبنلاقي الكاشير أو الكاشيرة مكتوب عليه استاجور، إنه متدرب. فالمتدرب أو المتدربة بيبقى يعني لسه جديد طبعا، وممكن يبقى عرضه للاخطاء. ساعات الناس بالذات الناس الكبيره، راجل او ست خبره كده، فبيلاقي كده فبيبقى بالراحه على لو في اي خطا ولا حاجه يقول للاستاجير بهدوء شديد، لا كذا خلي بالك، بس ما بيبقوش عنيفين. بس في مره كده شفت موقف ست كبيره وكانت استغربت بصراحه في الكلام مع الاستاجير اللي كان بيحاسب، راجل شكله كبير في السن واصلع كده على خفيف وشكله كده حسيت انه مش روسي، فطلع فعلا عربي، اسمه عربي حاجه كده يعني، يبدو ان الاسم ده مش هقوله طبعا، لبناني، من لبنان. ف المهم جنبه ست كبيره من الستاف تقريبا، واحده خبره واقفه معاه بتدربه بتنبهه بتقول له بنعمل كذا كذا وده بيتعمل بالطريقه دي، فواقفه يعني مش بتقول له على الواحده يعني، كل ما بيحصل حاجه واقفه جنبه فتقول له اه خلي بالك كذا مش عارف ايه، والراجل قاعد يتعلم والدنيا ماشيه ولابس اليونيفورم كل حاجه مظبوطه. فجيه تقريبا مع الست الكبيره دي اللي هي بتحاسب الزبونه، في اتنين ستات كبار، اللي بتدرب المتدرب والست اللي هي الزبونه، وانا ورا الزبونه. فالزبونه دي زعقت وقالت له مش عارف ايه، مش تحاسب، مش عارف ايه، مش تاخد بالك، ما انا كاتبها لك وقايلها لك، ولا مش عارف مورياك البتاع، حاجه ما فهمتهاش، ما ركزتش ايه المشكله، وهي عماله تعلي في الكلام وهو يقول لها طيب حاضر هحسبها احسن. تقول له لا انت ما انت كده ضيعت وقتي والناس اللي واقفه ورايا. فانا قلت لها انا على فكره مش مشكله ما عنديش. قالت لي مش عليك، على اللي وراك، الناس دي كلها تعطلت وانا تعطلت وهتعيد تحسب الحاجات تاني، حاجه كده يعني ما فهمتهاش ايه المشكله بالظبط. تقريبا ما عملهاش خصم او هيلغي البتاع ويعمله من اول وجديد، او ضاف حاجه مش بتاعتها، ما اعرفش ايه القصه بالظبط. بس دي زعقت وهيصت واصرت انها تضيع في الوقت، ويقول لها خلاص طب عشان مش انت بتقولي الوقت، طب انا هخلص. والست الكبيره بتحاول تهديها مفيش فايده، لحد ما حلني على ما قالت له طبعا اذنك بقى قوم. فقام اللي هو المتدرب ده وقعدت الست الكبيره دي وخلصت الدنيا، تك 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 تك، امشي امشي. والست قالت انا مش هاجي هنا تاني بعد ما خدت الحاجه يعني، تمام امشي. جه دور انا بقى، فقامت ورجعت المتدرب عشان يحسب لي الحاجه. المتدرب ده بقى ايه يعني، اتوتر، ايده اترعشت بقى وهو بيشتغل كده. المهم خلصت، انا كان معايا حاجات بسيطه جدا يعني، تك تك تك، وجينا حاسبنا ومش عارف ايه. ف جيت بقى وانا باخد منه خلاص الايصال او الوصل يعني بالدفع، فقلت له شاكر ايه، اجمد يا بطل انت صح. فبص لي كده وضحك، عربي. فطبعا عربي دي اتاكدت انه لبناني، بس ممكن يكون اردني، ممكن يكون سوري، بس المهم يعني تمام تمام مش هعطلك، يلا مع السلامه، التوفيق ان شاء الله، ومشيت. فالراجل حسيت ان يعني الكلمه اللي قلتها بعد ما كان متعكنن ومكشر كده، عينه فتحت ورجع له الثقه بكلمه بسيطه. فالانسان حاله، انت ممكن تصنع الحاله بكلمه، كلمه بسيطه تشجع بيها حد، تقول له انت جامد، انت بطل، كمل يا شجاع، كمل يا عمهم. فتلاقي غالب لو انت بتقولها بجد وبقلب ومش بتهزر ومش بتنكت، هتلاقيه انشكح كده وانبسط وقال لك يا لا انا فعلا جامد انا في وبس. والست اللي جنبه يعني بصيت له كده يعني ايه اللي هو، اما لقيته بيضحك فتحس ان برضه الست اللي هي اللي بتدربه جنبه فرحت بنجاحه برضه، ودي برضه حاله مش بنشوفها كتير. لان المتدربين غالبا في اماكن كتيره بشوفها في السوق الروسي كتير بيبقى فيها زي ما تقول ايه تسلط ونهر كده، ينهروه ولا ينهروا البنت، اعملي كذا، اعملي شغلك، شوفي مش عارف ايه. وده شفتها في المطار، شفتها في حتت رسميه او دوائر رسميه، في بنك تبقى مش مديره، واحده مجرد اقدميه، في موظفه قديمه شويه بتدرب المتدربه الجديده اللي قاعده على المكتب، مش عارف ايه اعملي كذا، قومي صوري، مش عارف قومي قومي انا هعملها وبتاع، كلمي مش عارف ايه، تروح طالبه لها كده ورميها لها التليفون، كلمي فلان اعرفي منه مش عارف.
بيبقى اسلوب عنيف شويه، لكن دي لا، حسيت انها بتعامله كأم كده يعني، ست راقيه اللي بتدرب. ف فين نلاقي الناس دي؟ فنحمد ربنا اما تلاقي حد بالشخصيه دي وبالاسلوب ده وبيحتويك وبيعلمك بالهدوء، وتحمد ربنا اما مواقف برضه سيئه زي دي تعدي عليك من غير مشاكل. لان في ستات تقول لك مثلا ايه، انا عايز ابلغ الشرطه، وطبعا عشان مثلا ايه خطا مثلا حاجه في 30 روبل ولا 20 روبل، انتوا بتسرقوا، لما تسرقوا مني 30 روبل يبقى بتسرقوا من كل بتاخدوا بتسرقوا من الزباين كلها في اليوم قد ايه؟ في واحده سمعتها بقالت كده، قالت لهم لما تسرقوني في 30 روبل ولا بتاع يبقى في اليوم كله بتحصلوا لكم كام؟ لا انا هبلغ الشرطه، هاتولي الشرطه وبتاع. في ناس كده، فنحمد ربنا ان الموقف عدى على طول والحمد لله. يا رب الرسالتين او المعلومتين اللي قلتهم لكم النهارده يكونوا مفيدين، ويكونوا مصدر ايحاء ليك في حاجات كتيره في حياتك تتغير للاحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونشوفكم على خير، لقاء موصول في حلقات جايه ان شاء الله. السلام عليكم.